اهلا بحضراتكم. في خدمات كتيره بتقدم من خلال المبادرات الصحيه، خاصه المبادره الرئاسيه للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للاطفال وحديثي الولاده، واللي انتهت من فحص 4 ملايين طفل او 4 ملايين و263 الف طفل، وكمان تم زياده اعداد مستشفيات ومراكز الاحاله السمعيه ل 34 بدل ما كانوا 30 مركز، ده طبعا في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أنه تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير أستاذ شاذلي، صباح الخير أستاذ جمانة، تحياتي لكما ولمشاهدي حضراتكم الكرام. يا أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية من خلال هذه المبادرة عايزين نعرف إيه اللي تم تقديمه حتى الآن من خلال هذه المبادرة للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع بالنسبة للأطفال وحديثي الولادة. يعني الحقيقه زي ما حضرتك ذكرت انه المبادره بدات في سبتمبر 2019، مبادره السيد الرئيس للكشف والتشخيص والتدخل المبكر للاطفال المصابين بضعف السمع، واجمالي من تم فحصهم حتى هذه اللحظه 4 مليون و263 الف طفل. الحقيقه اللي انا عايز ازود عليه هي اهميه هذه المبادره على الصحه العامه. يعني عدد الدول التي يجري فيها مسح سمعي شامل للأطفال في سن الولادة على مستوى العالم هو 38% بس من دول العالم. متوسط تشخيص ضعف السمع في الدول اللي ما بيجريش فيها المسح ده تقريبا من 34 ل 36 شهر، يعني بنتكلم في سن 3 سنين. الدول اللي زي مصر اللي بيجري فيها هذا المسح وهي واحدة من المبادرات الصحية المتقدمة، متوسط التشخيص بيبقى من 4 ل 6 شهور. هنستفيد من كده ايه الحقيقة؟ هنستفيد انه الطفل اللي بيولد بضعف سمعي لو تم تشخيصه خلال ال6 شهور الاولى والتدخل المناسب في حالته الصحية، على سن 5 سنين في احتمال 95% انه يخش مدرسة عادية، مش محتاج لمدرسة خاصة لا بالتأهيل ولا بضعف السمع، وبالتالي هيكمل حياته بشكل طبيعي، هيدخل الجامعة، هيطلع يشتغل، هيبقى عضو عامل وفاعل في المجتمع إذا تم تشخيصه والتدخل في الفترة ال6 شهور الأولى من حياته، وهو ما تقدمه مبادرة السيد الرئيس للأطفال المصريين في الكشف المبكر عن ضعف السمع. طب لو ما حصلش ده هيحصل انه هيبقى عنده ضعف في الكلام، مش هيدخل مدرسة عادية، هيبقى عنده تأثر في القدرات الإبداعية والتعامل مع الآخرين، هيتحول إلى طفل يحتاج إلى مساعدة دائمة. طب نظرا لأهمية هذه المبادرة يا فندم، إيه المستشفيات المتوفر فيها فحص حديثي الولادة، وهل المبادرة دي موجودة في كل محافظات الجمهورية؟ هي موجودة في كل محافظات الجمهورية، بس هي الفحص السمعي ما بيتمش في المستشفيات، ده بيتم في الوحدة الصحية، والطفل بياخد شهادة الميلاد وشهادة أقصد الإخطار بالولادة والتطعيم الأول مرة، يعني لما بيروح الطفل للوحدة الصحية بعد ما بيخرج من المستشفى عشان يحصل على أولى التطعيمات الإجبارية، بيتم في نفس الوقت إجراء الفحص السمعي الأولي في 3500 وحدة صحية في جميع أنحاء الجمهورية. بتبدأ من يوم الولادة حتى سن 28 يوم، يعني عنده الشهر الأولاني وهو راح ياخد التطعيمات، الأهل مودين طفلهم عشان ياخد التطعيم، بيتم الفحص السمعي في 3500 وحدة صحية. هايل. عظيم. دكتور احنا زي ما قلنا تجاوزنا العدد، تجاوز 4 ملايين طفل، طيب هل لقينا نسبة كبيرة من الأطفال عندهم ضعف في السمع؟ ولو دورنا وراء أسباب هذا الأمر، يعني عشان برضو نكون متابعين الموضوع من بدايته، لو في إمكانية إن احنا نمنع ده، لو بالفحوصات قبل الزواج هتفرق في حاجة زي دي، زواج الأقارب، كل هذه الأمور. يعني الإجمالي اللي تم تحويلهم هو الحقيقة احنا بنعمل مستويين من الفحص، الفحص الأول اللي بيتم في الوحدة الصحية، وده اذا ظهرت نتيجته سلبيه لا تعني بتاتا انه الطفل عنده ضعف سمع، لكن ده معناه انه محتاج فحص اكثر تعمقا. فحولنا من ال 4 مليون دولار و 263 الف 466 الف و 241 طفل الى لاعاده الفحص مره اخرى في المراكز المتخصصه
بفحص السمع سواء في المستشفيات التابعه لوزاره الصحه والسكان او في المستشفيات الجامعيه. من دول في 26352 دولت اللي تم التاكد من اصابتهم بضعف السمع وبدء تلقي العلاج بقى سواء من خلال المعينات السمعيه او تحويل الطفل لاجراء عمليات زراعه القوقعه. وبالتالي فنقدر نقول له 26000 من 4 مليون وده رقم الحقيقه ليس بالكبير، لكنه زي ما حضرتك قلت كيف نمنع هذا؟ واحد من اكثر الاسباب ضعف السمع الوراثي هو زواج الاقارب زي ما حضرتك ذكرت تماما. يعني دكتور عشان نوضح للساده المشاهدين اكتر، المبادره مش بتوفر بس الفحص او التشخيص لكن كمان بتوفر الادويه، لو في كمان عمليات زي زراعه القوقعه ايضا المبادره بتوفرها. هي المبادره عباره عن الكشف المبكر، التشخيص، تقديم العلاج. فهي مبادره رئاسيه متكامله تتعلق باكتشاف مبكر في قبل سن الستة أشهر، تشخيص من خلال أجهزة دقيقة جدا، ثم من يحتاج إلى علاج بيتم أخذ العلاج إما علاج دوائي أو استخدام معينات سمعية أو زراعة القوقعة، وكل هذا مجانا تماما تقدمه الدولة المصرية من خلال المنظومة الصحية لمواطنيها. للمصريين فقط يا فندم ولا هل بيتم فحص أطفال كمان غير مصريين؟ لا، الفحص بيشمل كل الأطفال اللي مولودين على الأراضي المصرية، والمعاملة بقى بعد الاكتشاف بتختلف باختلاف، يعني في دول بيتم معاملتهم معاملة المصريين بالضبط، دي كلها قرارات تأخذها الدولة في هذا الاتجاه، وفي أطفال تانيين بيتم توجيه النصح ليهم ودلالة بيان كيفية العلاج المناسب، والمعاملة المالية بتختلف بقى باختلاف القرارات السياسية في هذا الشأن. عظيم. عايزين نتكلم مع حضرتك عن جهاز الانبعاث الصوتي، عايزين نفهم هذا الجهاز، أهمية هذا الجهاز، إزاي تم تدريب كمان الأعضاء التمريض للتعامل مع هذا الجهاز؟ يعني هو الكشف المبكر بنستخدم فيه نوعين من الأجهزة، الكشف اللي بيتم في الوحدات الصحية، هناك جهاز اسمه الانبعاث الصوتي من قوقعة الأذن، وده بيبقى كلنا الطبيعيين اللي عندنا سمع طبيعي، الأذن كما أنها تستقبل أصوات فإنها أيضا تصدر أصوات، عشان كده بينبعث صوت من الأذن الطبيعية. هذا الجهاز يتمكن من اكتشاف الأصوات المنبعثة من الأذن، وتم تدريب الفرق الطبية والتمريض عليه بشكل احترافي جدا، وبيتم عمله من خلال الزملاء من أعضاء هيئة التمريض في الوحدات الصحية. اللي عنده هذا الانبعاث بيبقى عدى، ما عندوش ده لا يعني أنه عنده ضعف سمع، لكن يعني أنه يحتاج إلى فحص أكثر دقة وأكثر تعمقا من خلال المراكز المتخصصة في المستشفيات سواء التابعة لوزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية. دكتور حسام، الحقيقة يمكن احنا مصر حاليا مهتمة جدا بفكرة يعني وجود قاعدة بيانات لكل مواطن فيما يخصه، كمان هنتكلم عن الملف الصحي تحديدا، أهمية وجود ملف صحي لكل الأطفال اللي بتروح عشان تطعم من بداية زي ما حضرتك قلت من بداية الكشف المبكر وما إلى ذلك، أهمية النقطة دي تحديدا إيه يا فندم؟ يعني المعلومات المرتبطة بالصحة العامة بتديكي إشارات كثيرة، أولها معدل الإصابات أو معدل الضعف اللي موجود في المجتمع، وبناء عليه بتبدأي تاخدي قرارات مرتبطة بكيفية التعامل مع هذه الزيادة إن كانت موجودة أو مع استقرار الأوضاع. بتديكي اتجاهات لي، على سبيل المثال أنا في محافظة من المحافظات عندي في مرض من الأمراض نسبة انتشاره أعلى، وبالتالي بقى أنا محتاج كدولة إني أنفق على بناء مراكز متخصصة في المحافظة دي، يعني إيه اللي يخليني أعمل مركز للكلى في محافظة إكس وأعمل مركز للقلب في محافظة زد؟ ده بينبني على المعلومات التي يحصل عليها الكوادر الصحية من خلال قاعدة البيانات الصحية لكل المواطنين. الحقيقة الكثير من السياسات الصحية والتخطيط الصحي والإنفاق الصحي بيعتمد على المعلومات. حالة المجتمع من حيث الصحة والمرض، أكثر الأمراض شيوعا، أكثر الأمراض احتياجا إلى تدخلات في أماكن معينة. هي الملف الصحي مش بس بيتعامل على مستوى الفرد، أنا هنا مش بتكلم بقى على الفايدة على مستوى الفرد، إن أنت لما يبقى عندك ملف صحي مميكن تستطيع أن تذهب إلى أي وحدة
او اي مكان صحي، ولا تحتاج انك تشيل معاك تحاليلك وفحوصاتك، لكن الحاجات دي كلها بتبقى موجوده بكفه الزر عند الفريق الصحي. لو عملت تحليل في اسوان يقدر الدكتور في القاهره يشوف النتيجه، والعكس بالعكس. هذه فوائد على المستوى الفرد، لكن هناك ايضا فوائد على مستوى الدوله، على مستوى المنظومه الصحيه والتي ذكرتها لحضرتك قبل ذلك. عظيم. طيب دكتور حسام، المبادره دي مكمله لحد امتى؟ وهل مبادره مستدامه الحقيقه؟ يعني هناك مبادرات رئاسيه، صحيح انا عارف انه لفظه مبادره تعني انها لها وقت وتنتهي، لكن المبادرات الرئاسيه الحقيقه هي مبادرات بمعنى مش بمعنى انها مبادره لها وقت وتنتهي، ولكن تعني ان السيد الرئيس والدوله المصريه بادرت بعملها، اي سارعت بعملها. فالمبادره هنا هي مبادرات مستمره ومستدامه للصحه العامه، ومعنى المبادره هي المسارعه بفعلها بعد ان تاخرت مصر كثيرا قبل ذلك في عمل مثل هذه الانشطه الصحيه الكبيره والانجازات الصحيه الكبيره. طيب هو السؤال بس يا دكتور حسام، هل بنكثف الوجود في المستشفيات الولاده مثلا، بحيث ان احنا بعد كده ما نحتاجش ان احنا نبتدي نبلغ الناس بان المبادره موجوده عندهم في الوحده الصحيه، فبعد مثلا السيده ما تلد بشهر شهرين ثلاث شهور تروح للوحده الصحيه فيكونوا هي موجوده في نفس التوقيت؟ لا، هي انت مش محتاج تعمل ده جزء من التطعيم، يعني زي ما في عندك خانه في شهاده الميلاد للتطعيمات، تطعيم شلل الاطفال وكده، في خانه في شهاده الميلاد موجوده للمسح السمعي، وبالتالي فهي وهي رايحه تطعم، وده عمل يعلمه كل المصريين، بيحصل طفلها على الفحص السمعي في ال 28 يوم الاولى. اخيرا يا دكتور حسام، هل في خط ساخن لاستقبال الاستفسارات المتعلقه بالمبادره؟ اي فندم، هناك خط ساخن لاستقبال المبادرات هو 15-335، وده خاص بمبادرات الصحه العامه كلها، واللي منها او مبادرات السيد الرئيس للصحه العامه 100 مليون صحه، واللي منها مبادره الكشف المبكر والتشخيص المبكر والعلاج المبكر لضعف السمع عند الاطفال 15-335. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه مره ثانيه، الخط الساخن المتعلق بالمبادره الرئاسيه للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للاطفال وحديثي الولاده، وايضا اي مبادره صحيه هو 15-335.